أهلا بالدكاترة الشطار جريد فور، أهلا بيكم معايا في قناة سوبر مذاكرة. يلا نحل مع بعض some questions قبل التست بتاعنا، وبالتوفيق إن شاء الله ليكوا كلكوا، وأنا متأكدة كلكوا هتجيبوا الفول مارك في التست دوت. هنا بيقول لي choose which would die، يعني die يموت، if it didn't have the right adaptation، لو ما عملش adaptation صح for survival it's in its environment. مين بيعمل adaptation؟ ال plant وال animal، ولو هم عملوش adaptation صح على طول die. مين فيهم هنا plant و animal؟ ايوه كده، برافو. هنا عندي plant اهو، ال an apple tree is covered المرة دي body at اللي هو architect fox. الاركيتك فوكس البادي بتاعه كفرد بايه بالظبط؟ بالفير، برافو. لازم الفير بتاعه يبقى ثيك فير علشان وورم، يبقى هي ثيك فير. الديفرنت كولرز اوف فير، يعني الفير ليه كولرز مختلفه. لمين؟ للبيرز، ديفرنت تايب اوف بيرز. مالهم بقى دولت؟ هنا كل بير في اي مكان عنده كولر مختلف للفير، يا ترى ليه؟ هل بزمته ايه؟ ريسباير يتنفس، ولا ادابت، ولا كوميونيكيت، ولا لوك فور شيد؟ اكيد علشان، برافو عليكو، ادابت ذير هابيتات. هنا بقى ان دراي ديزرت، في صحراء ايه؟ دراي يعني مفيش ووتر. فهنا most plants need to grow، بس البلانتس عايزة تبقى grow. طب هتعمل ايه to get water from the sand soil؟ هتقعد تدور على الwater بايه بالظبط؟ مين البارت، الجزء بتاع البلانت موجود في السويل؟ الترنك بتاعها، الروتس، البرانشز، ولا الليفز؟ اكيد هي موجودة، وتقعد بقى تدور على الwater. ايوه كده، برافو عليكم. الروتس، والروتس بتاعتها لازم تبقى long roots، يبقى هي long roots to get water. بعد كده بيقول لي ايه هنا؟ هنا cutting down rainforests الغابات may help human، بيساعد الهيومن to make a furniture. بس بيعمل حاجة بقى غلط، اللي هي الغابات دي لما نقطعها. But also make cold disappearance، غياب ايه بقى هتسبب في disappearance بتاع any animal؟ مين animal هنا اللي هو بيعيش في rainforest؟ ايوه كده، اللي هو panther chameleon lizard. معايا بقى هنا liquid substance اللي هي موجودة present in فين؟ الماوس. موجودة فين؟ في الماوس. and begins to pack أو to break food down، بتعمل الفود داون by moistens، بتخليه ايه؟ moistens spice بتاعتها. الفود دلوقتي بيحصل له moisten من ايه؟ من الليكويد ده. طب التيس موجودة في الماوس والتونج كمان، بس هما ينفعوا ليكويد؟ لا، دي هي السلايفا. السلايفا هي liquid substance. هنا بقى الادابتيشن انكلوز تشينج، بيعمل ايه؟ تشينج. مين هو الادابتيشنز؟ ده هو بقى الادابتيشن ده بيعمل ايه؟ تشينجز لمين؟ هنا قلنا ادابتيشن، نفتكر على طول السرفايفل. فين هنا عندك السرفايفل؟ الاي والسي. بس الادابتيشن بيعمل حاجه كويسه لمين؟ للسرفايفل. هنا اول حاجه ايه؟ ريديوسز، بيقلل التشانس، الفرص. ينفع كده؟ لا، هو بيعمل improves السبيشيز سرفايفل، بيحسن التنوع. يبقى الادابتيشن بيعمل ايه؟ بيعمل تشينجز، بتعمل التشينجز دي improves سبيشيز سرفايفل. يبقى هنا الادابتيشن بيعمل ايه تاني؟ improves سبيشيز سرفايفل. معايا هنا بقى raise sum up، انت عملت الابهام بتاعك ايه؟ raise، وبعد كده عملته lower. ايه اللي هو ده بقى اللي انت عملته ده، اللي هو الابهام بتاعك sum up دوت؟ هنا is down the kind of ايه بقى؟ برافو عليكم، انتوا عارفينها طبعا، الكودز، kind of codes. one of the behavioral adaptation اللي helps الانيمال في ايه؟ protect from its enemies، بتحميه من الانيمز بتاعته. مين هنا البيهيفيرال ادابتيشن دوت اللي هنا بروتكت الايه؟ الانيمز.
ايوه كده، اللي هو كيموفلاج. كيموفلاج الاختفاء، ده اللي ايه هيلب الانيمال. اللي بعد كده كويستشن بيقول برضو تشوز the ability to turn the head in all directions. عنده القدرة الانيمال ده turn the head، الهيد بتاعته in all a direction. مين يا ترى فاكرين الانيمال ده ينفع للسنيكس الدولفينز اللي هو الشوربة؟ اكيد مين الاول، مين هو الاول؟ هي اللي بتعمل كده اهو. احنا خدنا البات is a animal، خدنا البات هو سمعكم كلكم nocturnal animal. بعد كده ال 5 دي بتقول ايه energy بقى effects، بتأثر على ايه effects، قمت تأثر من او تأثر عليها sensory receptors موجودة في الاي، وهنا causing بتسبب ايه الفيجن. فاكرين vision الرؤية، يبقى مين هي الانرجي ديات؟ هنا الانرجي light energy، light energy هي ال effects on ايه السنسوري receptors الموجودة في الايز. وتشوز تاني the following اللي جاي دلوقتي are components متاع مين؟ بتاعة ال nervous system. هنا بقى بيقول كلمة ايه except، except يعني ما عدا، يبقى مين فيهم هنا مش مع ال nervous system؟ اللي عارف nervous system هيعرفها، ايوه هي ال heart. heart animals بقى can communicate with each other، بتعمل communicate مع بعض ال animals بايه بالظبط؟ through ايه sounds and lights ولا reading؟ ال reading دي بتاعت ال human، وال talk human، وال writing human، يبقى هو ال sound and lights. The following اللي جاي دلوقتي are considered a source of light. هنا برضو جاب لي كلمة except، except ما عدا، يعني كلهم source of light ما عدا مين هنا؟ الfire؟ لا، اللامب ده source of light، السن ده source of light، يبقى هنا اللي مش source of light هو the eyes، يبقى the eyes هي اللي ايه مش source of light. اللي هي نمبر كام دي؟ دي. when you determine، انت عايز determine تحدد sweet or salt test، هتحدد التست. التست بقى you use the ايه بالظبط؟ you have used it to ايه؟ have used هتستخدم tongue بتاعك ولا ال ear ولا ال eye ولا ال nose. التست الاول هتي ال organ اللي هستخدم معاه برضو في تي، يبقى تست مع التانج. هنا بقى panting، هندور على animal بيعمل ايه panting زي الضج كده، لما بيعمل panting to lower her body temperature عشان يخفض ايه التمبريتشر بتاعت البادي بتاعه. temperature يعني الحرارة temperature. مين بقى انت الانيمالز؟ ينفع الاول اللي هو الويل، سوري الويلز، lions، الباتس ولا مين؟ برافو عليكو الفوكسز، بتعمل زي الدج يعني بتعمل بانتينج. مين هي؟ فوكسز. الفوكسز بتعمل ايه؟ بانتينج علشان تبقى كول. تشوز بيقول لي ايه همباك ويل، همباك ويل مالها؟ يوز دي سينجينج فور ايه؟ بتستخدمي بقى الهامباك ويل السينجينج في ايه بقى يا همباك ويل؟ هيتينج، hide from enemies، communication ولا having fun؟ سمعتوكوا برافو communication، يبقى هي use singing for communication. your sensation بقى الاحساس بتاع ال hot weather، انت عايز تحس بايه؟ ان ال weather talks hot. depend on ايه؟ هتعتمد على ايه؟ في sensory receptors الموجودة في ايه؟ اني organ بقى يخليك تحس بكده؟ الايز بتاعتك، النوز ولا السكن ولا الايرز؟ سامعاكم كلكم قلتوها صح، اللي هي سكن. السكن ده هيخليني ايه احس بالهوت ويذر. what happens to living organisms، هيحصل ايه living organisms دي that can't adapt، ما قدرتش تعمل adapt، يبقى هي هيحصلها داي. طب مين هنا فيهم معناهم داي؟ ينفع اللي هو اللي هي الأولانية دي that number increases، العدد بتاعهم increases، ولا keep the number constant ثابت؟ احنا عايزين بقى معنى الداي اللي هي
برافو. they can stay alive. نقولها تاني. they can stay alive يعني مش هيقدروا ايه يعيشوا. animals بقى هنا that live in hot environment عايشة في ايه في hot environment. have ears ايه عندها ears بتاعتها ايه علشان تقدر علشان تقدر اللي هي تعمل allow الهيت to escape to be cool عشان تبقى cool. يبقى الايرز بتاعتها تبقى ايه small تنفع. لا لا سمعتكو اللي هي long long ears لازم عندها long ears. برافو عليكم. هنا بيقول لي which of the following اللي جاي دلوقتي allows bus light بيخلي اللايت يقول له اهلا وسهلا يلا بص يا لايت ثرو. يعني هي ترانسبيرنت. فاكرين ترانسبيرنت ماتيريال؟ ترانسبيرنت شفافه. الروك شفاف يعني ترانسبيرنت. الود ترانسبيرنت. المون ترانسبيرنت. ولا ايوه كده الجلاس. الجلاس هو ايه ترانسبيرنت. يعني يقول الايه اللايت اهلا وسهلا يلا بص عندي اللي هو الجلاس. يلا نكمل مع بعض كويستشن ثانيه وناخد تشوز. تشوز بيقول لي ايه بقى which of the following source of light. هندور على source of light. هنا اهو الاي تنفع source of light تدينا لايت. المون لا المون عرفنا ما يديناش source of light. الفاير ولا الميرور هي شطار الفاير. what carries المسج مين يشايل على قلبه كده وcarries يحمل يعني المسج from الايز ويودي فين للبرين بتاعنا علشان you see something عشان تقدر see النيرفس. النيرفس هي الcarries المسج. الفش بقى extracts oxygen out يعني هي بتعمل ايه please تتنفسه او هي تخلص الايه الووتر الاكسجين من الووتر باي ايه اللي عندها الجيلز. باي ايه الجيلز. هنا عندي الاستومك اللي موجود عندنا is a part of ايه الدايجستيف سيستم. بتعملي انت ايه بقى يا استومك عندنا تقول الفقد تعالى تعالى علشان هي converts ايه السوليد فود into الليكويد. وعندي بقى question تاني بيتكلم عن ايه البوش and pull. push pull actions يعني هنا افعال عملتها push و pull are considered تعتبر ايه type of ايه نوع من انواع ايه البوش والبول. force نفكر كده مع بعض energy تنفع push و pull energy ولا adaptation. سمعتكم برافو اللي هي force. يبقى البوش and pull يعتبروا ايه type of ايه force. مين هما push and pull types of الفورس. والquestion برضو choose when an object الobject ده هيعمل ايه في motion عمل motion. this means that there is a change. لما يعمل بقى motion الobject ده هيعمل change يعني change تفاعل تغير. change في ايه بالظبط في الobject الموشن اللي هيحصل ده في الobject هيعمل ايه change في ايه في الcolor بتاعه الاول color لا ما تنفعش size يعني لما الobject يعمل motion هيغير فيه size بتاعه الحجم بتاعه يبقى هو ايه position يبقى change في ايه البوزيشن بتاعه. طب you can see الموفمنت احنا بنشوف الموفمنت of the following هنا بقى جاب لي بقى وضحك علي except يعني ما عدا اركز انا بقى الحاجة اللي عملت movement ما ينفعش اخدها انا هقول حاجة اللي ما بشوفهاش انا بعناية ال earth planet اللي هو كوكب ال earth اللي الارض بتاعنا بيعمل movement بنشوفه. طب فكروا كده running horse ولا السي ويفز اكيد اللي ما بنشوفوش بيتحرك ال earth planet. earth planet يقول لي بقى وين ذا رولر كوستر فاكرين رولر كوستر حصل لها دلوقتي ستوبس وقفت. الانرجي بقى بتاعت الموشن بتاعتها حاجه وقفت ايه ستوبس. الانرجي موشن الحركه بتبقى ايه هنا حصلت لها حركه ما هي ستوبس اهي. نشوف بقى التشوز بيقول لي ايه doesn't change مش هتتغير ولا increase ولا decrease
ولا بيكام زيرو. ادام هي ستوبس وقفت يبقى على طول الموشن ايه؟ برافو عليكو، becomes zero. يبقى تشوز بتاعنا becomes zero when you throw stone. انت رميت الستون وحطيتها ايه في الووتر ليك، في في ووتر، يعني كده خليت الووتر تتحرك لما ترمي ستون حجر كده فيها. طب ايه اللي is transferred، بتنتقل من الستون للووتر؟ ادام عملت له حركه الووتر يعني، يبقى في هنا ايه بقى؟ هنا اني هنا ايه؟ اني انرجي. اكيد ادام في موشن حركه للووتر يبقى الكيناتيك انرجي. ينفع بوتنشال؟ لا، البوتنشال بيستورد ان ما بتعملش موشن. طبعا هنا معلش السؤال متكرر مرتين، نخش السؤال اللي بعد. all the following energies can't be seen، ما اقدرش اشوفها. can't be seen جايب لي تاني except، ما عدا except ايه اللي هو سي اللايت انرجي. لايت انرجي، واتكلم تاني على الانرجي بيقول لي that is stored in، stored in بتتخزن في الاوبجكت. ادام stored in في الاوبجكت، فاكرين بوسي اللي كنا دايما نقول عليها بوسي اللي هي بقى مين؟ تنفع الكيناتيك ولا البوتنشال ولا الالكتريك؟ اكيد بوتنشال، احنا قلنا البوتنشال انرجي بتعمل ايه في الاوبجكت؟ موجوده يعني stored in، بتتخزن في الاوبجكت. stored in ايه؟ الاوبجكت. هنا الكيميكال انرجي stored in ايه؟ في الفود والفيول وكمان الباتري، في التلاتة مع بعض فيهم كيميكال انرجي، فود وفيول وباتري. السبيد بقى بتاعت الاوبجكت ميجرد ان، بقيسها بالمتر بير سكند بس ولا في كيلو؟ كيلو ايه؟ كيلو جرام ولا كيلو متر؟ يبقى هنا السبيد از ميجرد ان متر بير سكند وكمان كيلومترز. برافو عليكم. كيلومترز ايه؟ بير اورز، لازم كيلومترز بير اورز. ده مين ده؟ السبيد. وكمان بيتكلم على سبيد تاني is a measuring of، a measurement of ايه؟ how ايه بقى؟ something is moving. how دايما كنا نقول ايه؟ how ايه؟ how long، how tall، how fast ولا how heavy؟ هنا سبيد فيها اس، افتكرها كده اهو، يبقى how. برافو، how fast فيها اس برضو، يبقى السبيد how fast. مع بعض كده نكمل. how can calculate، يعني ازاي بنحسب السبيد بتاع الاوبجكت؟ السبيد عايزه distance و time. طب شكلهم ازاي؟ distance by divide by the time، divide by the time. عندي هنا سبيد بتاع بول، والبول دي moves down، تتحرك ايه؟ وهي فريم، فهي ارتفاع فوق. هنا السبيد increase، هنا السبيد عندي increase by increase ايه؟ السبيد increase بتزيد مع الماس بتاعت الاوبجكت، by increase الماس. طب decrease هتقل امتى السبيد؟ وهي نازلة كده اهو، في حد يقول لها لا مش هنزلك، اللي هي الفريكشن، ما هي عامله فريكشن احتكاك مع ايه؟ وهي مع الايرث وهي نازله كده اهو. يبقى هنا الماس في الاول، وهنا ديكري السبيد ديكريز بتقل باي انكريزنج الفريكشن فورس. يبقى الانسر بتاعتنا ايه؟ ماس وفريكشن فورس. يلا بقى دلوقتي ايه؟ ماتش، ماتش مع بعض. بيقول لي برانشز انسايد لونج، موجوده في اللونج بتاعنا. هنا resemble tree، شبه التري بتاعت branches، كان اسمها ايه بقى هنا؟ نفكر كده مع بعض. nervous تنفع؟ bronchioles ولا هنا behavioral adaptation ولا vibrating motion ولا mirror like membrane؟ برافو عليك، وهي bronchioles. bronchioles bronchioles هي الايه؟ موجودة في اللونج، bronchioles. هنا بقى carry message، شايلة بقى على قلبها المسج وتوديها للبرين via كمان spinal cord. للبرين والspinal cord مين تفضل كده شو ايه؟ carry message carry message. مين هنا ناحية التانية؟ clever. برافو عليكو، النيرفس. يبقى النيرفس هي اللي بتعمل ايه؟ carry message للبرين وكمان للspinal cord. هنا بيقولي كابوك تري، كابوك تري emits يعني بتبعث beautiful scents،
scents يعني ايه scents؟ يعني ريحة جميلة. to attract مين؟ attract ال pets. اللي عملته ده ال capok tree، يبقى ده ايه؟ adaptation ايه بالظبط؟ موجود الوحيدة اللي موجودة هنا، يبقى ده behavioral adaptation. behavioral adaptation هنا بقى بيقول لي structural adaptation لsome animals to see، عندها هنا structural adaptation عشان تقدر ايه see better at night. ربنا مديها ايه الانيمالز دي علشان تقدر see at night. يلا 4 ولا 5؟ سامعاكوا، برافو عليكوا. mirror like membrane، mirror like membrane، علشان كده هي كان ايه سي. واكيد اخر واحده تبقى سهله خالص، لازم نقراها برضو. a way to communicate between some animals، طريقه عشان يقدروا ايه communicate الانيمالز مع بعض، اللي هي ايه vibrating motion اللي بتعملها البيس. vibrating motion، يبقى دي نمبر 4، هي ايه نمبر 4. نشوف بقى الماتش التاني، thermal energy. فاكريني thermal energy اللي هي heat energy. thermal energy يا ترى اقول عليها ايه هنا؟ produce، بتنتج او بتطلع منين؟ from، ادام قلنا heat energy يبقى from ايه؟ electric heater. يبقى 1 مع C. الفود بتاعنا احنا دايما ايت الفود دي ليه؟ بيعمل لنا حاجة، بيدينا ايه؟ برافو عليكم الانرجي. يبقى هو الفود ده source of energy for human، يبقى number 2 مع E. source of energy ايه للهيومن. هنا بقى شيتاز نوز، انت يا شيتاز نوز شكلك ايه بالظبط؟ الشيتا النوز بتاعتها ايه؟ النوز بتاعتها برافو عليكم has large opening. large opening يعني واسعة كبيرة كده كده، عشان ايه؟ please تتنفس الاير كتير وتاخد اكسجين، اللي هي الشيتا عشان تقدر ايه الشيتا عشان الفهد يعني الشيتا علشان يقدر ايه علشان يقدر run fast، عشان يبقى السبيد بتاعته ايه fast بسرعة، يبقى faster. يبقى هنا number 3 معدي. number 4 بقى by increasing the speed، لما انا increasing the speed speed سرعة، يبقى عمل motion، يبقى كده الobject ايه اللي بقى increase التاني؟ ما انا increase the speed يبقى الكيناتيك energy بتاعته برضو increase، ما هو بيعمل motion اهو، يبقى increase speed والكيناتيك energy increase. pushing force هي الوحيدة اللي فاضلة بس نفهمها. push يعني ايه push بقى؟ push معناها causes the object to move away from you، تخلي الاوبجكت ايه move away، تمشي بعيد عنك. move away مين هو؟ ال pushing force. مين هي move away؟ pushing force. مين هي اللي هي move away؟ pushing force. ونكمل مع بعض تاني، بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي برضو match potential energy. ال potential energy دي احنا عرفناها بقى، وهي بوسي، افتكر بوسي يعني بتعمل، برافو عليكم، stored in، يبقى هي الانرجي stored in the الاوبجكت. يبقى هنا البوتنشال انرجي مع مين؟ مع 1 هنا هنقولها A و B، يبقى A ولا B؟ هتبقى مع B. يبقى انرجي stored in الاوبجكت. وبيقول لي ايه اللايت. اللايت بقى اللايت دوت هو عبارة عن ايه؟ انرجي، والانرجي ايه؟ فيزيبل. يبقى هنا اللايت اتس ايه ذا فيزيبل فورم اوف انرجي. نشوف بقى الشيتاز هيد. الهيد بتاعتك ايه يا شيتا؟ اللي هي الشيتا بتاعتك ايه يا شيتا؟ اللي هي ده اللي هي لو، يبقى الهيد بتاعته is low to the shoulder. low to the ايه؟ shoulder، عشان الفريكشن مع الاير. الاول على طول عارفينها، الاول مع اللي هي animal with a ball like face، الفيس بتاعها عامل زي بول. زي هنا بقى ال unbalanced force. ال unbalanced force بتخلي الاوبجكت
to move. الأوبجكت حصل لها move. بيقول لي هنا complete ومديني ايه؟ أنا كاتبهن هنا ايه؟ to sent to words واحنا اختار منهم. is the part of the car جزء من الكار بيعمل ايه part دوت؟ هو موجود في الجازولين وبيحصل له بيرن فيه and gives ايه؟ وبيخلي يحصل للكار يديها كيناتيك انرجي. مين هو ده اللي موجود في الكار؟ كار انجن المحرك بتاعها كار انجن. is a structural in اللي هي مين؟ شيتاز بودي بتعمل ايه ديت؟ ستيكس تخلي ستيكس انتو ذا جراوند يمسك في الجراوند اللي هي ارض. وايل رانينج هو ايه؟ رانينج بيجري. الكلوز الكلوز بتاعته ايه؟ الشيتا. الابيليتي تو دو ورك مين بيعمل ability to do work او معنى ability to do work or cause a change. انا مديكوا هنا كلمتين energy ولا collision اكيد الانرجي هنا الability to do work الانرجي المره دي بتكلم عن force exerted when object بتخلي الobject ايه wrap against هي بتخرج لما بيعمل الobject مع بعض wrap فاكرين عارفين ايه wrap rub against each other يعني احتكاك rub يبقى هنا الفورس بتاعتي مين هي احنا مدين كلمتين اهو الكلمتين مين فيهم friction ولا motion اكيد الفريكشن it's the force هي force pull the object بتسحب الobject toward the center of the earth مين هي بتعمل كده هو الفورس ديت هنا بتبقى الجرافيتي هي دايما تعمل ايه pull the object to the center of the earth يبقى الفورس دي gravity force مع بعض كده هو بيقول لي ايه from the transparent objects من الايه transparency الشفافة بتقول لي light اهلا وسهلا يلا بس مين هنا من transparent objects transparent objects عرفناها مع بعض اللي هو ترى الكرتون ولا الجلاس الجلاس هو الترانسبيرنت اوبجكت يبقى كده بيقول ايه الجلاس ده يلا يا لايت يلا بص عندي ونكمل مع بعض كومبليت بيقول كده ايه هنا بيقول التيوب ويز ماسلز تيوب ماسلز هي عضله وشكلها تيوب تيوب وهي ايه عضله ماسلز ذات هيلب بوش الفود انتو ذا استومك يعني بتخلي الفود يروح للاستومك مين فيها يا ترى انتوا هتكتبوا هتكتبوا تراكيا ولا اسافيجس الاسافيجس برافو عليكم ذا لونجس بقى ار وان اوف ذا امبورتنت اورجان اللونجس موجوده في اني سيستم الريسبيراتوري ولا الدايجستيف اللونجس موجوده مع التراكيا موجوده فين هما الاثنين في الريسبيراتوري سيستم يبقى اللونجس هي اورجانز في الريسبيراتوري سيستم ينفع الدايجست سيستم طبعا لا هنا بيقول لي بقى ايه تاني همباك ويلز كوميونيكيت مع بعض بيعملوا سينجينج طب والسينجينج ده يعني هما بيعمل سينجينج يعني هيستخدموا ايه اني سنس اني سنس انا بعمل سينجينج يبقى لازم اعمل ايه السنس بتاعي هيرينج سنس علشان يقدروا يسمعوا بعض يبقى كوميونيكيت مع بعض باني سنس ال hearing يبقى sense بتاع مين hearing مين هم دول humpback whale حتى humpback whale فيها h وhearing كمان فيها h مع بعض بقى the fat layer under the animal's skin fat layers موجودة في الanimal skin مين هو البنجوين ده بقى to warm عشان يتدفى ده بقى adaptation ايه behavioral ولا structural انام في البادي بتاعه يبقى ايه في البادي يبقى structural adaptation mix and grind food مين هو mix and grind food التيث والتانج مع بعض هما الاتنين لازم مع بعض mix و grind food inside مين الماوس طب الفش الفش عندنا بقى عارفين الفش breathe تتنفس ايه الجاز اني جاز يعني which is dissolved يعني هو ايه موجود او هو مذاب فيه الwater الاكسجين ولا كربون دايكسايد الفيش عاملة ايه زينا يبقى الفيش breathe الاكسجين which dissolved in water يبقى هي عاملة زينا باي ايه بقى
باي الجيلز بتاعتها. باي جيلز، مين هي؟ ايه الفيش؟ يبقى الفيش بريث الاكسجين باي الجيلز، يعني عاملة زينا بس احنا باي ايه؟ باي النوز بتاعتنا. هنا بقى ايه؟ ترو فولس. المون از ذا سورس اوف لايت. المون ينفع سورس اوف لايت؟ ترو ولا فولس ده؟ ايه رايكم؟ المون سورس اوف لايت؟ لا، يبقى دوت فولس. المون ما بيبقاش سورس اوف لايت، يبقى دي ايه؟ فولس. ريسبيراتوري سيستم is responsible for، مسؤول عن ايه؟ respiratory system، for the entering the air، عشان يدخل ال air into the body، يدخل ال air جوه ال body بتاعنا. respiratory، يبقى صح، يبقى دي true. true علشان respiratory بيدخل ال air في ال body. بيقول ال bats use their sense. ايه السنس بتاع ال bats؟ يا ترى السنس بتاع ال bats smell علشان avoid danger. ايه ده، هي بتستخدم سميل؟ طبعا لا، الباس ما تنفعش ايه السنس بتاعها سميل، هي ايه السنس بتاعها هيرينج. يبقى دي ترو ولا فولس؟ تبقى فولس. نكمل كده مع بعض. اللي هو الدولفين هاف ا سترونج سنس اوف ايه؟ سايت. هنا ينفع الدولفين عنده السنس اوف سايت، يشوف يعني؟ طبعا لا، فولس. snake have the ability، snakes هي عندها ability to rotate، يعني turn، يحرك ال heads بتاعته in all directions. لا مش انت يا snakes، يبقى دي false. مين بيعمل كده؟ ال owl. برافو عليكم. red and green traffic lights، ال red و green traffic lights are codes of ايه بقى؟ هما codes، هما الاثنين يعني codes. ايوه صح، هما الاثنين كودز. زي مين؟ زي raise السم up. raise السم up برضو كود. الاكاجا تري grow in the amazon forest. الاكاجا موجودة في الامازون؟ لا مش موجودة خالص في الامازون، يبقى دي ايه؟ false. the feet of penguin do not freeze، ما بيت ايه؟ ما بيحصلوش فريز اللي هو ايه البينجوين الفوت بتاعته. بسبب ايه؟ بسبب ان هو have a layer في ال on اللي عنده layers of fat. لا احنا خدنا ايه؟ بسبب ال blood cells، يبقى دي false. ال plant need long roots، ال plant عايزة long roots، roots بتاعتها تبقى long that extend deep into the soil، عشان تبقى ايه؟ موجودة في السول جامد. to survive، عشان تقدر ايه؟ survive in the water، اللي هي ايه؟ scarcity، يعني ندرة الووتر. يبقى دي صح، عايزة long roots عشان تدور على ايه؟ على الووتر بتاعتها، يبقى دي true. انا كده خلصنا.